لو لم يكن قام بها الجيش المغربي، من كان من سيقوم بها في هذه المنطقة التي يتحكم فيها الجيش المغربي؟ يعني من سيقوم بها؟ واش البوليزاريو لديه طائرات مسيرة ليقصف بها الشاحنة الجزائرية مثلا، أو الجيش الموريتاني، أو الجيش السنغالي رغم بعد السنغال عن المنطقة؟ يعني التواجد الوحيد في المنطقة هو الجيش. إذا تؤكد أن الجيش المغربي هو من قام بتلك العملية الإرهابية؟ طبيعة الحال، وللأسف الشديد الدرون اللي قام بهذه العملية درون إسرائيلي، الدرونات اللي جابوا من إسرائيل. نعم. هي متواجدة عندكم في التكانات؟ متواجدة عندهم درونات، حاليا موجود عندهم عدد كثير ديال الدرونات حاليا، إسرائيلية، أمريكية، تركية. واش كان غرض الجيش المخزني من هذه العملية؟ قالوا بأن هذيك الشاحنات ما كانش عليها تدوز من هذاك المكان، لأن هذاك لازون هذيك داخلة في المنطقة العازلة، والمنطقة العازلة يعني منطقة حرب إلى آخره، هذا هو التصريح ديالو. ولكن هما كانوا عارفين، يعني ماشي أول مرة غتمر من تما شاحنات مدنية تمر عليك، ولم تستهدف من قبل. يعني هذيك الضربة كانت ضربة استفزازية للجزائر، ضرب هذوك المدنيين يعني العزل بهذيك الطريقة الوحشية، يعني كان استفزاز سافر. إذا تصف هذه العملية بالقرصنة والإرهاب الدولي؟ إرهاب طبيعة الحال، استهداف مدنيين عزل، رغم أن هذوك المدنيين دخلوا المنطقة مثلا عسكريا ممنوعة، ولكن كيبقوا مدنيين عزل، وما كانش عليهم يعني استهدفوهم بهذيك الطريقة الوحشية. يعني فكرتني هذيك الضربة بهذيك الضربات اللي كانوا تقوم بها مثلا الولايات المتحدة في أفغانستان، كيستهدفوا المدنيين أعراس إلى آخره، ولا قرى كاملة كانت تقتل عن طريق الضربات ديال الدرونات.